يقول: إذا تصدقت بصدقة أو كفلت يتيما أو فطرت صائما ثم نويت ذلك لشخص حي وثوابه لشخص حي، هل يجوز ذلك؟ هذا عند الفعل، أما أنك تنويه لك ومن بعدين تنويه للغير لا، هذا عند الفعل، تنويه لك ولا لغيرك عند الفعل، عندما تفعل الشيء تكون ناويا أنه لك أو أنه لغيرك. نعم.